شاورما البطاطس. شاورما البطاطس هي نفس فكرة الشاورما بالظبط، بطاطس بس بالبطاطس المقلية. فاللي هنحتاجه هيكون كالتالي: هنحتاج كيلو من البطاطس المقلية أو أي كمية بقى على حسب المناسب ليكو، بصلة كبيرة جوليان، عندنا 2 طماطم مكعبات، كوباية بقدونس مفروم، معلقة كبيرة من السماق الباودر، معلقة صغيرة من الـ7 بهارات، ملح وفلفل أسود، وعيش صاج. وعندنا طحينة هنعملها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، بصلة حمراء مفرومة بشرينها، طماطماية مبشورة، نص كوباية من البقدونس المفروم، نص كوباية من الطحينة، كوباية من الزبادي، معلقتين كبار من الخل، ربع كوباية من عصير الليمون، زيت زيتون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون، ملح وفلفل. شاورما البطاطس ليست إلا خلط، بنخلط الحاجات دي مع بعضيها. عايزين نعمل الطحينة، تعالوا نعمل الطحينة قبل ما يجيبوا لنا البولة. الطحينة مكوناتها كلها هنا، فخلينا نقرب منها بدل ما نفضل إيه رايحين جايين. نجيب بس سباتشولا، الزبادي، لو في الزبادي شوية مية عادي خدوها معاكم مفيش أي مشكلة، زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الطحينة، البصل. دي سلطة الطحينة كده معينة ايه هتعجبكم جدا. الطماطم، البقدونس، كزبرة والكمون، وحطينا قبليهم بابريكا، وطبعا ينقصنا كده ملح وفلفل اسود. ادي الملح وادي الفلفل الاسود، رشه ورشه من الاثنين صغنطوطه، ونقلب كل اللي معانا. تقليبه هتعمل لنا سلطه الطحينه بالخضار فظيعه. وادي سلطه الطحينه جاهزه، نقلب بس كويس جدا عشان نتاكد ان كل حاجه اتخلطت مع بعضيها على اكمل وجه. وادي حاجة كمان من اللي هنحتاجه جاهزين، سلطة الطحينة. تعالوا نشيل الحاجات الفاضية ونرجع نعمل شاورما البطاطس، اللي هي الحقيقه مفيش اسهل منها. اي بطاطس مقليه او مشويه تنفع تتعمل بيها وهتطلع تحفه. هنجيب بوله كبيره، هنحط فيها البطاطس. قبل ما نحط البطاطس هناخد الحقيقه البصل نفركه بالسماق والـ7 بهارات، وناخد البولة كده تمام، ناخد البصل نفركه كويس جدا. عايزة الاقي السماق كلها كده لازقة على البصل وماسكة فيه، فهعمل كده كأني بدعك البصل بالسماق وبالبهارات. فبصوا بقى المنظر عامل ازاي، ما عادش بصل ابيض. وهاخد البطاطس المقلية، بقدونس كأني بعمل شاورما، بحط لهم ايه الشاورما انا بطريقتي، بحط لهم بقدونس وطماطم صح، وبصل مفروك بالسماق، هو نفس الكلام بالظبط بس على البطاطس. وادي البطاطس، وهناخد الكلام ده كله، محتاجين الحقيقة جوانتي كمان عشان نشتغل بايدينا الاتنين.
ونعمل نقلب بقى كله كده. بقيت عندي شاورما بطاطس مع الصوص اللي احنا عاملينه صوص الطحينة، هيبقى ساندوتش عالمي. بس كده، ادي البطاطس. العيش هو بيجي بالشكل ده، فانا هاخد من الصوص اللي انا عملته صوص الطحينة حبة كده، هدهن، وهاخد من البطاطس عيني طبعا مع الحواشي. الحواشي البطاطس مستو، ان البطاطس مستوية، فانا مش محتاجة اقلق ان اللي جوه هيستوي ولا لا، احنا بس عايزين الوش يتحمر ويبقى شكله حلو ولونه جميل ويبقى كده تمام. فاحنا مستنيين ده يحصل عشان نطلعه. البطاطس هناخد منها ونوزع بالشكل ده، ونبدأ نلف الساندوتش. هعمل كده، انا بحب اقفله من تحت عشان ما يضايقش اي حد بياكل. وهاجي اقفل عليه كده تاني، وابدأ ابرم لحد ما يبقى عندي ساندوتش كده محكم الاغلاق. ممكن املاه شويه كمان، انا حاسه فاضي. بس وده كل الموضوع. هنعمل كده، نكرر الخطوه مع كل البطاطس لحد ما يبقى عندنا مجموعه من الساندوتشات. انا يعني كمان جنب الساندوتشات فضلت مني شويه بطاطس، فقررت ان انا اقدم طبق فتت شاورما بطاطس كده، عشان هي بصراحة عظيمة. هي البطاطس زي ما هي باللي عملنا فيها، بناخدها ونحط عليها الصوص ده اللي مش عايز حاجة بعيش بس، وهتتقدم. وعندنا ادي السندوتشات منها كمان،